بسبب حدوث كسر في أحد أنابيب نقل النفط الخام الذي يعبر بواسطة معبر من فوق القناة الرئيسية لمشروع ري كركوك. تأثرت المياه وأدت إلى تلوث في مياه مشروع ري كركوك وامتزاجها بالنفط الخام. تم غلق بوابات الناظم الأول وذلك للسيطرة على البقعة النفطية. جهود منتسبي وزارة النفط، شركة نفط الشمال، وكذلك وزارة الموارد المائية، مديرية الموارد المائية ومديرية مجاري كركوك والدفاع المدني وشرطة كركوك، قيادة شرطة كركوك بإشراف من معالي وزير الموارد المائية والسيد محافظ كركوك المحترم. الأعمال جارية لسحب البقعة النفطية. أسباب الكسر بالتأكيد الجهة المعنية بالكسر هي شركة نفط الشمال. أعتقد يعني الكسر كان لتقادم الأنبوب.